لم يكن الاهتمام بمرفق المرور في أي بلد حول العالم إلا مؤشراً أكيداً على تقدم حضارة الشعوب ورقيها، ومع التطور السريع للمدن وتنظيم الشوارع وزيادة عدد الآليات فيها، أصبحت قواعد المرور نظاماً دولياً معتمداً في جميع بلدان العالم للوقوف في وجه ما ينجم من حوادث مؤسفة تسبب آلاماً وإصابات. وقد حددت منظمة الأمم المتحدة 4 أيار يوماً للمرور العالمي ليشكل فرصة متجددة للدعوة إلى الالتزام بالقواعد المرورية والتذكير بالخسائر الفادحة الناتجة عن هذه الحوادث. كما تعمل الدول من خلال هذا الاحتفال على نشر التوعية المرورية والتقيد الطوعي لمستخدمي الطرق والتقيد بأنظمة المرور من أجل احترام القانون والحفاظ على كرامة المواطن وضمان حريته وحرية الآخرين. سوريا كانت من أول الدول التي تبنت هذا اليوم إيماناً منها بأهمية هذا المرفق وضرورة حسن استخدامه، ونظراً للأخطار التي يتعرض لها مستخدمو الطرق لحماية الإنسان والحفاظ على سلامته من خلال الالتزام بقواعد المرور والتذكير بالحوادث الواقعة جراء حوادث السير. كما ترى في هذه المناسبة أن الالتزام بقواعد المرور واجب وطني. وفي يوم المرور العالمي نتوجه بالمعايدة لكافة عناصر شرطة المرور، كل عام وأنتم بخير.